بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 73 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس 15 من شهر ذي القعدة الحرام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نغتنم ليلتنا المباركة هذه في البلد الحرام وفي بيت الله المعظم ومن جوار الكعبة، وفي ليلة كريمة ندبنا فيها إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وعسى أن يكون مجلسنا هذا الذي نتذاكر فيه هديه الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته العظيمة صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون مجلسا نستكثر فيه من الصلاة المباركة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام بما يكرمنا به ربنا بعشرة أضعاف ما يصلي أحدنا ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. والوعد كريم وربنا عظيم، قال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلوا على خير الأنام محمد لتزول عنكم شقوة الأحزان، صلوا عليه وأكثروا ثم ابشروا بجواره في جنة الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في سياق كلام المصنف رحمه الله في الباب الجامع لجملة من المسائل، وختمها بمسألة من مسائل الصلاة أطال فيها التقرير رحمه الله، وتوقفنا عند مبادئ المسألة وهي القنوت في صلاة الفجر كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. والمصنف رحمه الله عرض للمسألة وأطال فيها النفس وقرر فيها تقعيدا جميلا واستدلالا بديعا قل أن تجده في كلام أهل العلم، لكنه جمع وأوعى رحمه الله تعالى في المسألة، وقد وقفنا عند مبادئها، فلعلنا نعود إلى مبتدأ المسألة لنصل السابق باللاحق، وهو من كلامه رحمه الله: وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، وأكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقنت صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. تقدم في منتهى مجلسنا الماضي يا كرام الحديث أو الإشارة إلى خلاف الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة، ولسنا بصدد الخلاف الفقهي ولا ذكر الأدلة ولا عرض الخلاف وترجيح قول من الأقوال، لكن لنقف على سياق كلام ابن القيم رحمه الله فنفهم مراده من تقرير المسألة، فإن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في حكم المداومة على دعاء القنوت في صلاة الفجر. محل الخلاف هو المداومة على القنوت في صلاة الفجر طيلة العام على أقوال ثلاثة: الأول أن هذا ليس سنة إلا في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يجوز القنوت ولا يختص هذا بصلاة الفجر، وهذا قول طائفة من الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وهو قول منقول عن طائفة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا.
أما القول الثاني في المسألة فأن المداومة على القنوت في صلاة الفجر على مدى العام سنة، وهو الذي ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رحم الله الجميع. والقول الثالث في المسألة أن هذا منسوخ، ولا يجوز الدعاء في القنوت في صلاة الفجر إلا في أول الأمر في بدايات الإسلام لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك ذلك كما سيأتينا في حديث أنس رضي الله عنه تماما، كان كما كان يقوم للجنازة عندما تمر من أمامه ثم قعد وترك ذلك القيام، فيكون هذا سنة في أول الأمر ثم منسوخا فيما بعد. إنما القولان اللذان عليهما أمة الإسلام اليوم هو قول الإمامين مالك والشافعي بالقنوت دائما في صلاة الفجر أو بتركه دائما كما هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع. وسينص المصنف رحمه الله في ثنايا كلامه الذي نقرأه في مجلس الليلة أنه ليس من غرضه ترجيح المذاهب ولا ذكر الأقوال، إنما يتحرى فيها إثبات ما يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في كل الأحوال لا يخطئ قولا ولا يحكم ببطلانه، بل يجوز هذا وذاك كما سيأتي في كلام بديع وتحرير علمي ماتع منه رحمه الله تعالى. فابتدأ كما سمعت بهذه الجملة، قال: وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، وهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وتقدم التنبيه في ليلة الجمعة الماضية إلى أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح، كما نبه عليه الإمام البيهقي، قال في سنده أبو ليلى الكوفي متروك، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قنت في صلاة الصبح. نعم. قال: وذكر البيهقي عن أبي مجلز أنه قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 6 مرات دائما مستمرا، ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها. هذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. إلى هنا وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية، وقد تقدم أنه رحمه الله تعالى أراد أن يقرر منهجا علميا لمناقشة المسألة المهمة ذات الأدلة التي يتفاوت النظر فيها، ف
فخلاصة كلامه أن يقول: أي تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الصبح على الدوام ويحافظ على ذلك، ثم يغيب هذا الأمر الجلي الواضح الظاهر المتكرر يغيب عن الصحابة، بل ينكره بعضهم وينسب ذلك إلى الأمر المحدث كما أخرج أهل السنن وأحمد فيما تقدم من حديث الأشجعي. فقول هذا بعيد جدا، ولو كان كذلك لتضافرت الروايات وانتقلت الأسانيد بذكر هذه القضية المهمة تماما، وقاسها على مسألة الجهر بالبسملة، وهي أيضا محل خلاف، ويذهب الشافعية إلى سنية الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية، وهي 6 ركعات، ركعتان في الفجر وركعتان في العشاء والمغرب، فهذه 6 ركعات. يقول: هب أنه كان يجهر 6 مرات يوميا بالبسملة لنقل ذلك عامة الصحابة الذين نقلوا ما هو أدق وأخفى، فحيث لم ينقل يغلب على الظن أن ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعرض منهجا علميا يمكن التحاكم إليه للنظر في المسائل وأدلتها وتعامل الفقهاء معها رحمة الله عليهم جميعا. يقول: لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها. ألا ترى أنهم ما اختلفوا في هذه القضايا الظاهرة؟ ما اختلفوا أن الركوع يأتي بعد القيام، ولا اختلفوا أن السجود بعد الركوع وليس قبل. هذه الصفات لا اختلاف فيها، والروايات وصحيحها وضعيفها لا يتعارض منها شيء، فهذا يدلك على أن القضية أو الفعل أو القول من أفعال الصلاة إن كان واضحا جليا ظاهرا دائما ثابتا متكررا ينبغي أن ينقل بكل وضوح ويروى بما لا يقع فيه اختلاف ولا شك ولا ريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك. جهر في ماذا؟ في البسملة. الآن هو قاس المسألة على قضية الجهر بالبسملة في الفاتحة، لأنه أيضا البسملة في الفاتحة فيها خلاف قريب من خلاف القنوت في الفجر، فيها أحاديث تثبت وأحاديث تنفي. فيقول: العالم المنصف يقرر بإنصاف، لو جاء ينظر في الروايات ويغربلها يثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة وأسر بها، لكن الإسرار كان أكثر، وأنه قنت في الفجر وترك، لكن الترك كان أكثر. نعم. قال: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه للقنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت. كان في النوازل إما يدعو لمؤمنين يريد الاستنصار لهم، أو يدعو على كافرين يدعو عليهم، فقد دعا كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم جميعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: قنت شهرا يدعو على قبائل وأحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وأما الدعاء لأقوام فقد كان يدعو لبعض الصحابة بأسمائهم ممن كان مستضعفا بمكة ومأسورا بها، ففي الصحيح أيضا من حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت. ماذا يقول؟ اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فإذا كان يدعو لأقوام ويدعو على آخرين، وكل ذلك كان مؤقتا. إلى متى؟ قال رحمه الله: لما تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر.
وأما من دعا عليهم فترك الدعاء لما أسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين. هذا معنى القنوت في النوازل، يدعو المصلي في النازلة بوقتها المؤقت، فإذا زالت أو كشف الله الغمة وقف دعاء القنوت في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن يختص بالفجر، بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في صحيحه عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء. أخرج البخاري عن أنس ومسلم عن البراء تحديد هاتين الصلاتين، الفجر والمغرب، ولهذا قال العلماء والفقهاء كافة بأن المشروع في قنوت النوازل أن يكون في هاتين الصلاتين، الفجر والمغرب، لثبوته في صحيح البخاري من حديث أنس كان يقنت شهراً صلى الله عليه وسلم، وفي حديث البراء قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. فجاء النص على هاتين الصلاتين في صحيح البخاري من حديث أنس وفي صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنهم جميعاً. نعم، قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. ورواه أبو داود. الحديث الذي في الصحيحين من رواية أنس والبراء وغيرهما رضي الله عنهم ذكر الفجر أو الفجر والمغرب، لكن الرواية في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الصلوات الخمس، وهذه الزيادة عند أبي داود في السنن: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ومن هنا قال بعض الفقهاء بمشروعية الدعاء في قنوت النوازل في الصلوات كلها، لكن الآكد والأصح سنداً أن تكون في المغرب والفجر. فإذا احتاج أهل الإسلام في نازلة من النوازل وفاجعة من الفواجع، وقانا الله وإياكم وأمة المسلمين كل المكاره، لكن إن كانت نازلة وفاجعة وأرادت الأمة أن تلتجئ إلى ربها وأن تستنزل النصر ورفع الضيم وكشف الكربة والأمر عظيم والخطب جلل، فإن الدعاء في الصلوات الخمس مشروع، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، أو وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل. إذن هذه المسألة التي فيها خلاف الفقهاء، يعني بين الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله مع أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، في قضية ذات جانبين: الأول أنه قنوت مستمر وفي صلاة الفجر، في صلاة الفجر خاصة من بين الصلوات، وقنوت مستمر دائم طيلة العام. فالخلاف في هاتين القضيتين: لماذا الفجر فقط والنبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر وفي غيرها؟ ولماذا على الدوام والثابت في السنة أنه قنت في النوازل خاصة؟ فالنقاش في هاتين المسألتين، وسيورد المصنف بعض الأدلة ويناقشها. نعم، قال: ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. يريد أن يقول رحمه الله: إنما يختص القنوت في صلاة الفجر بأمر ليس في غيرها، قربها من صلاة الليل، اتصالها بمن قام وصلى في السحر، وقت إجابة وتنزل إلهي، فصلاة الفجر لها خصوصية. حسبكم أن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، نص على الفجر خاصة، ثم بين وجل هذا المعنى فقال: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
صلاة الفجر يا كرام يا أمة الإسلام مشهودة، من يشهدها؟ قال رحمه الله: يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير الآية. وأشار إلى ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ أيضا عند البخاري قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجعل معنى الشهود هو اجتماع ملائكة الليل والنهار مع المصلين في صلاة الفجر والعصر خاصة. وأما القضية الأخرى التي يشهدها الله وملائكته، فأشار إلى ما أخرجه الإمام الطبري، وقد تقدم آنفا، أخرج الإمام الطبري في تفسيره للآية بأن في تفسير الآية قرآن الفجر كان مشهودا، أخرج حديثا أن المراد في تفسير الآية قال يشهدها الله وملائكته، لكن الحديث بسند فيه زيادة بن محمد تفرد به وهو منكر الحديث، فليس حديثه صحيحا، لكن أشار المصنف رحمه الله إلى ما ورد في تفسير الآية من القولين ما معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث نص في المسألة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء. أي دعاء؟ دعاء القنوت الذي سمعت، الذي نسمعه من الأئمة في الوتر في صلاة التراويح. هذا الحديث لو كان صحيحاً لكان فيصلاً في المسألة وحاسماً، ولهذا عقب عليه المصنف رحمه الله. قال: فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناً، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا، يقصد عبد الله بن سعيد المقبوري. نعم. قال: وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني أنه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره. نعم، صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حديث أبي هريرة الثاني هذا أصح من الأول، أما الأول فضعيف، الذي ينسب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح. ما الحديث الصحيح؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم يقول: أنا والله لأقربن بكم صلاة، أو بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول أنا أقرب الناس منكم معرفة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا الحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن له معنى يذكره المصنف الآن، والمقصود به قنوت نوازل، لأنه دعا للمؤمنين ودعا على الكفار. إذن ليس القنوت الدائم المستمر، وأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يثبت سنية الدعاء في قنوت النوازل رداً على من أنكره، كما قال طائفة من فقهاء الكوفة إنه منسوخ ولا يجوز العودة إليه، وكان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ، فأراد أن يثبت صحته ومشروعيته وسنيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه،
فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها. إذن أهل الحديث أو فقهاء الحديث يقولون القنوت في صلاة الصبح سنة في النوازل، فيكون هذا القول وسطا بين قولين، أحدهما من يقول هو سنة مطلقة فيوسع العمل بالقنوت في الفجر، وأيضا وسط بين هذا القول والقول الثاني الذي يقابله، الذي يقول إن القنوت في صلاة الصبح بدعة، أو يقول هو منسوخ، أو يقول مكروه مطلقا كما ينقل عن بعض الفقهاء. فعندما يقال إن القنوت في صلاة الصبح سنة في النوازل، فإذا كانت نازلة كان سنة وإن لم يكن فلا يسن، يكون هذا القول وسطا بين من استحبه مطلقا وبين من كرهه مطلقة، فيكون هذا القول وسطا. قال رحمه الله: فهذا القول وسط، وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها. نعم. قال: وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه. انتبه الآن إلى الجملة الآتية، قرر لك مذهب المتوسطين من الفقهاء في استحباب القنوت في صلاة الصبح في النوازل فقط. قال: ومع هذا. نعم. قال: ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وما أحسن ما قال رحمه الله. هذا الاعتدال في تقرير المسائل التي فيها خلاف الفقهاء، يقول: لا يرون من داوم على القنوت في صلاة الصبح مخالفا للسنة، ولا يرون فعله هذا خطأ، ولا يحكمون عليه بدعة ولا مخالفا للسنة. وإذا وجدنا من ترك القنوت حتى عند النوازل فلا يقنت، لا يعتبرونه أيضا مبتدعا ولا مخالفا للسنة. قال: بل من قنت فقد أحسن، ومن ترك فقد أحسن. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، وأسعد الناس بالسنة من وافقه في الفعل حين يفعل وفي الترك حين يترك، ومن وافقه في أحد الجانبين فقد أصاب في جانب وإن ترك جانبا، فإصابته في جانب لا يجعله مخالفا للسنة ولا مبتدعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وركن الاعتدال محل للدعاء والثناء. يعني الاعتدال بعد الرفع من الركوع محل للدعاء والثناء. كيف دعاء وثناء؟ ثناء تقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنت تثني على الله. وأين الدعاء؟ ما ورد أيضا كما قلنا في موضع الرفع من الركوع في بعض الروايات: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والماء البارد، ونحو ذلك. نعم. قال: وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الاعتدال من الركوع. ودعاء القنوت ثناء ودعاء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلمه المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين. طيب، إذا جهر الإمام بالقنوت فمن أجل أن يعلم المأمومين فيسمعون ويؤمنون على الدعاء، ويكون هذا تعليما. واستدل بأمرين: الأول جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، فإنه فعل ذلك من أجل أن يعلم الناس. صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم
عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبيدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. ليش يجهر دعاء الاستفتاح موضعه سر؟ لأجل أن يعلم الناس. وعند عبد الرزاق في المصنف أن عمر كان يعلم الناس إذا قام الرجل إلى الصلاة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك الدعاء. هذا شاهد. والشاهد الثاني كما قال: وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة، في صحيح البخاري عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة. القراءة في الجنازة سر أو جهر؟ سر. قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة، جهر بالفاتحة. وما أراد بالجهر مخالفة السنة، بل أراد مقصدا آخر، أن يتعلم الناس أن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. قال: ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين ليعلم المأمومون موضع تأمينه فيكون لهم تأمينا موافقا له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. كل هذه القضايا اختلف فيها أئمتنا وساداتنا الفقهاء رحمهم الله الأربعة وغيرهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الإسلام العظام رحمة الله عليهم جميعا، اختلفوا في هذه القضايا: رفع اليدين في الصلاة، وتقدم فيها خلاف الحنفية، الخلاف في أنواع التشهد وصيغه، ومر خلاف المذاهب الأربعة في الصيغة المنتقاة أو المفضلة أو المختارة، أنواع الأذان والإقامة، أذان أبي محذور أو أذان بلال رضي الله عنهما، أنواع النسك أيها أفضل ونحن مقبلون على أيام الحج، هل التمتع أفضل أو الإفراد أو القران، فيه خلاف بين الفقهاء. هذا الخلاف خلاف مباح، وهو خلاف تفضيل، ويبقى خلافا سائغا. من أخذ بأحد الأقوال فإنه لا يزال في دائرة السنة وما جاءت به الأحاديث، ومن أخذ بشيء منها فهو مصيب، ولا يحكم على المخالف بالخطأ، لكنه شأن أهل العلم. فكذلك مسألة القنوت في صلاة الصبح، إن قنت فلا يعنف عليه ولا يخالف ولا يقال هو بدعة، وإن لم يقنت وترك فأيضا لا يبتدع ولا لا يبدع ولا ينسب إلى مخالفة السنة، حتى ولو كان في قنوت النوازل، لأنه لا يعدو أن يكون سنة. ومهما ترجح عند إمام أو فقيه أو مذهب قول من الأقوال قال به بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده وما ينظر إليه في المسألة، ولا حرج عليه في ذلك. وتبقى مسألة هنا تأتي أحيانا: طيب أنا مأموم وأصلي خلف الإمام، وأنا يترجح عندي أو أنا في مذهب بلدي نقنط في صلاة الصبح، مالكي أو شافعي، فإذا جئت عمرة أو حجا أئمة الحرمين لا يقنطون، أو العكس، سافر مسافر إلى بلد يرى فيه أئمة المساجد يقنطون في صلاة الصبح على الدوام، فماذا يفعل المأموم؟ هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها. الجواب أن المأموم تابع لإمامه، وطالما فعل إمامه فعلا لا يعدو أن يكون وجها من وجوه السنة التي ثبتت بها الروايات وقال بها الأئمة الفقهاء، فذلك لا يخرجه عن أمر فضلا عن أن يشعر بحرج. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسنه. إذن قضية الاجتماع في الصلاة والائتلاف وعدم الاختلاف قضية مركزية هي الأساس، طالما كان الخلاف في دائرة السنة. فمن صلى خلف إمام في يقنط في صلاة الفجر يتابع إمامه، ومن صلى خلف إمام لا يقنط فلا ينفرد عنه بالقنوت. وهذا أيضا مما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد نص عليه في متابعة المأموم لإمامه، وهذا مما
يسوغ فيه الخلاف، حتى قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا فعل الإمام ما يسوغ له فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه، وإذا كان هو لا يراه، وإن كان المأموم لا يرى ذلك، قال رحمه الله: مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. قال: وإذا أتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه. فهذه قضية كلية تزيل الحرج وترفع الإشكال وتجعل المتفقه وطالب العلم أو المسلم عامة في هدوء وطمأنينة في أعظم فريضة تعبدنا الله تعالى بها، وهي الصلوات الخمس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب. ولهذا سمى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. هو ما أراد الآن الانتصار لمذهب ولا ترجيح قول ولا بيان راجح ومرجوح، التفتيش عن السنة والتنقيب في الروايات ومحاولة فهمها والجمع بينها إذا أشكلت، هذا قصد عظيم. بل كما قال رحمه الله: هو قبلة القصد، أن يكون غرض المسلم في شأنه عامة وفي العبادات خاصة وفي الصلاة على أخص الخصوص أن يتحرى في فعله وقوله وتركه كل شيء ثبت فيه عن إمام الأمة ونبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث من أشهر الأدلة التي استدل بها من الفقهاء من قال إن القنوت في صلاة الفجر على الدوام سنة. حديث أنس قال رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. فالحديث ظاهر في أنه سنة ثابتة، يقول حتى فارق الدنيا، إذا ليس قنوت نوازل، يقول حتى فارق الدنيا. فاسمع الجواب عنه. قال: وهو في المسند والترمذي وغيرهما، فأبو جعفر الرازي قد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني كان يخلط، وقال أبو زرعة كان يهم كثيرا، وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. هذا الحديث مما اختلف فيه المحدثون جدا في تصحيحه وتضعيفه، ومدار الخلاف فيه على الراوي الذي سماه ابن القيم رحمه الله أبو جعفر الرازي، راوي الحديث عن الربيع بن أنس عن أنس، لأن الحديث عن أنس رضي الله عنه في مسألة القنوت في الصحيحين حديث صحيح، لكن بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، يدعو على أحياء من العرب كما تقدم، رعل وذكوان وعصية، أحياء من بني سليم، قنت شهرا ثم تركه. هذا اللفظ في الصحيحين ثابت وفي غيرهما من دواوين السنة، لكن زيادة فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، هذه الزيادة تفرد بها أبو جعفر الرازي، وذكر المصنف من ضعفه من المحدثين، قال أحمد وغيره وابن المديني وأبو زرعة وابن حبان، هؤلاء أئمة المحدثين والنقاد الكبار ضعفوا أبا جعفر الرازي. وسيسوق الآن أيضا إثباتا وشاهدا آخر على ضعف هذا الراوي، فإنه يأتي إلى الروايات الصحيحة الثابتة ثم يقع له فيها الخطأ والوهم، فيزيد فيها ما ليس منها أو يضيف إليها ما ليس ثابتا في الرواية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه، وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذ أخذ ربك من بني آدم، حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها. هذه رواية جاءت في بعض كتب الحديث تفسيرا للآية في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حديث الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم قبل أن يخلقهم. حديث أبي بن كعب حديث طويل، وهو حديث عند المحدثين ضعيف السند، قال ابن كثير: في غاية الغرابة والنكار، وكأنه من الإسرائيليات. ومدار الحديث هذا في ضعفه على الراوي نفسه أبي جعفر الرازي، لكن محل النكارة في الحديث أنه لما جاء ذكر عيسى عليه السلام أنه هو الذي بعثه الله تعالى إلى مريم أمه، أما قال الله عز وجل: فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك. في هذا الحديث يفسر أن المرسل إلى مريم هو ابنها عيسى، وأنه جاء يبشرها، وأنه قال لها: أنا رسول ربك. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها، أن عيسى عليه السلام دخل من فيها فحملت به ثم ولدته. قال: هذا مثال للأحاديث التي ربما كانت في أصلها صحيحة فيدخلها من النكارة والغرابة والإضافة بما تبطل معه الرواية، ومدار الضعف فيه أو الحكم بالضعف وسبب الخطأ فيه على الراوي نفسه وهو أبو جعفر الرازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا غلط محض، وإنما الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى، هذا محال. إذن هو فقط أراد من هذا الشاهد شأن الإثبات على أن ضعف السند ونكارة ما يرويه أبو جعفر الرازي من المتون. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة. مناكير عند المحدثين جمع منكر، الروايات المستنكرة التي يحكمون بنكارتها. قال: صاحب مناكير، يعني رواياته تعد منكرة عند المحدثين، وهو نوع من الضعيف. قال: ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة. طيب، هذا جواب آخر. هب أن هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه صحيح، الذي قال: فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. طيب، لنفترض أنه صحيح، كيف تفهمه؟ نعم. قال: ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كل هذا تقدم فيما سبق، أن القنوت في عرف الشريعة أو في نصوص الشريعة يأتي بمعاني عدة، ليس الدعاء هذا خاصة فقط يسمى القنوت. طول القيام يسمى قنوتا، الخضوع يسمى قنوتا، ودوام العبادة والسكوت يسمى قنوتا، والتسبيح يسمى قنوتا، وذكر لك الشواهد: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاضعون. أما من هو قانت آناء الليل قائم بالعبادة والصلاة يطيلها ويقيمها، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني من الخاشعين أو من المتعبدين لله. أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام،
قال زيد بن أرقم قوموا لله قانتين، فسرها قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن يأتي القنوت بمعاني. فلماذا جئت إلى حديث أنس رضي الله عنه لما قال فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا؟ لماذا قلت إن قوله حتى يقنت في الحديث معناه الدعاء الذي بعد الركوع؟ ليش ما نقول فأما الصبح فلم يزل يقنت، يعني يطيل الصبح وهو من معاني القنوت، وهذا ما سيذكره المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته باللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت. وتطويل هذا الركن قنوت، وتطويل القراءة قنوت. يعني لو لم يكن في صلاته الصبح صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يطيل القراءة، ألم يكن يطيل القراءة في الصبح؟ بلى. ألا يصح أن تقول إنه كان يقنت في الفجر بمعنى يطيل القيام؟ لأن من معاني القنوت إطالة القيام. ولك أن تقول أيضا إن الدعاء الذي بعد الرفع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده الحمد والثناء والدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا أيضا يسمى قنوتا، هو دعاء، ومن معاني القنوت الدعاء. فإذا يمكن أن تفسر حديث أنس رضي الله عنه فأما الصبح فلم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا أنه بمعنى أطال فيها القراءة أو أطال فيها الدعاء بعد الرفع من الركوع الذي هو حمد وثناء. نعم. قال وهذا الدعاء المعين قنوت، فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ يمكن أن يكون الجواب لا، هو ما أراد القيام ولا أراد القراءة، بل أراد دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت. من أين؟ من ربط ذلك بصلاة الفجر. لو كان هذا الدعاء ربنا ولك الحمد لم يكن يختص بالفجر، قال فأما الصبح فلم يزل يقنت، فهذا الذي جعلهم يقولون إن القنوت هنا في الحديث هو دعاء القنوت خاصة، فجاء الجواب ولا يقال. على ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت، ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنس قد أخبر أنه كان قنت شهرا ثم تركه، فتعين أن يكون هذا الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم. هكذا أخرج الإمام عبد الرزاق رحمه الله في المصنف عن هؤلاء الصحابة أنهم ممن كان يقنت في الصبح. وأيضا ماذا سمعت من الجواب؟ أن تخصيص القنوت بالفجر هو الذي جعلهم يقولون إنه دعاء القنوت، وإلا فدعاء الرفع من الركوع مشترك في غيرها من الصلوات. والجواب؟ قال والجواب من وجوه، أحدها أن أنس رضي الله عنه قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بال القنوت اختص بالفجر؟ فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء. نعم، حديث أنس رضي الله عنه ذكر الفجر والمغرب، وحديث البراء في صحيح مسلم أيضا ذكر الفجر والمغرب، فيقال لمن أثبت القنوت في الصبح لما لم تثبته على الدوام في المغرب أيضا؟ فسيكون الجواب لا، قنوت المغرب منسوخ وبقي قنوت الفجر. التفريق بينهما يثير إشكالا فقهيا، فما كل شيء يقال في أن قنوت المغرب لا يستمر يقال مثله في قنوت الفجر، فتعود المسألة إلى إثبات القنوت في النوازل خاصة. أحسن الله إليكم.
فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الصبح ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر وإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا يعني كان للنازلة فلما انتهت النازلة توقف القنوت فيقال حتى الفجر أيضا كان قنوتا نوازل فينبغي أن يكون مثله نعم قال وإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا قال منازعوكم من أهل الحديث نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجر سواء وما الفرق؟ قالوا ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك قال أن أنسا نفسه أخبر بذلك وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس وأنس قد أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه فقد نص وهذه رواية الصحيحين قنت ثم تركه قنت شهرا فوقت ونص على الترك بأنه لم يستمر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثاني من وجوه الجواب كما تقدم عن حديث أنس لو افترضنا صحته فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا نعم على الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان أنه قال قلنا لأنس بن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر فقال كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين قوله كذبوا يعني أخطأوا وهذا مما ذكر أن كلمة كذب على لسان أهل الحجاز تأتي بمعنى أخطأ لا بمعنى التهمة بالكذب نعم قال وقيس بن الربيع وإن كان يحيى ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وقيس ليس حجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله من الآن فما بعد يدخل المصنف رحمه الله في عمق علمي على طريقة المحدثين في نقد أسانيد الرواية لأن مدار الحديث كله إلى أنس رضي الله عنه فأتى بعدما ساق رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أنه أما الصبح ما زال يقنت حتى فارق الدنيا جاء برواية أخرى لحديث أنس فيما رواه قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن قوما يزعمون أنه لم يزل يقنت عرض هذا السؤال على أنس أن قوما يقولون إن القنوت في الفجر مستمر فماذا قال؟ قال كذبوا فأنس رضي الله عنه في الرواية الأخرى صريح في تخطئة هذا القول باستمرار القنوت في الفجر قال إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب فإذا قال قائل قيس بن الربيع هذا ضعيف عند المحدثين من ضعفه؟ قالوا ضعفه يحيى بن معين الإمام المحدث الناقد الجهبذ طيب إذا كنتم تجعلون رواية قيس بن الربيع لحديث أنس ضعيفة لضعفه فأولى بكم أيضا أن تجعلوا الرواية الأخرى عن أبي جعفر الرازي ضعيفة لضعف أبي جعفر بل قيس بن الربيع هذا أعلى رتبة من أبي جعفر الرازي وأوثق منه ومن ضعفه أقل ممن ضعف أبا جعفر الرازي نعم وقيس ليس حجة قال وقيس ليس حجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا وإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى يعني يحيى بن معين نعم قال وذكر سبب تضعيفه فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور يعني هذا هو سبب ضعفه عند يحيى بن معين أنه يخطئ فيبدل مكان عبيدة أو يذكر عبيدة بدل منصور في السند
إذن هو ليس تضعيفا كليا لرواية قيس هذا، قيس بن الربيع. نعم. قال: ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين. الثالث: أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب. قال رحمه الله: الثالث: أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. هذه الرواية المذكورة هنا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه صريحة صحيحة في ذكر مبدأ القنوت في الصلوات، بصريح قول أنس قال: فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. وذكر قصة شهداء وقتل بئر معونة، وهي من أشد الوقائع ألما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أرسل 70 من أصحابه، وفي رواية 40 من القراء من الصحابة، لنشر الإسلام وتعليم تلك القبائل من قرى نجد، فغدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم، فوقع ذلك موقعا عظيما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقده الثلة المباركة من أصحابه، فكان من حزنه عليهم يدعو شهرا على تلك الأحياء من قبائل العرب. قال أنس: فذلك بدء القنوت. ما يزال في كلام المصنف رحمه الله صلة ومتابعة لها طول واستمرار، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة بعون الله جل جلاله، لما يتصل بها من تقرير المسائل وفائدتها وتحرير القضايا التي علق عليها المصنف رحمه الله تعالى. واغتنموا بقية ليلتكم يا كرام وجمعتكم غدا فيما حثكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. حب النبي على الأنام فريضة، لا تنس ذكر الهاشمي الأكرمي، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.